من أعظم البلاد السياحية في العالم. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم. المناطق السياحية هي الأماكن التي تتوفر فيها الخصائص الطبيعية. المناطق السياحية هي الأماكن التي تتوفر فيها الخصائص الطبيعية والمعالم الحضارية والأثرية. يعني ايه معالم حضارية وأثرية؟ ها؟ انت مالك؟ ها؟ انت مالك؟ الكتاب بيقول معالم حضارية يبقى معالم حضارية، ها؟ انت حتفتي؟ ده كتاب وزارة يا ابني، كتاب وزارة. الدرس ده يتكتب 20 مرة في الكراسة، وتيجوا حافظينه صم، سامعين؟